أعلنت وزارة الزراعة أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي. أضافت الوزارة أنه خلال الفترة من 10 من مارس الجاري وحتى 16 من مارس فقد تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار، ليكون بذلك إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي وحتى 16 من مارس 2023 نحو 3.189 مليون طن بإجمالي مبلغ 1.575 مليار دولار.